الحداف يعني، عشان الفيديو ده انطلب مني. طبعا طلباتكم اوامر، بس ما تنساش باللايك والاشتراك في القناه. تابعونا يا رجاله. هنشوف يا جماعه مع بعض ازاي تحط الجرس على عود الحداف، وافضل مكان تحط فيه الجرس، وليه ده افضل مكان. طبعا يا جماعه الجرس اهو، الجرس انت بتجرب العود بتاعك اهو، ده عود 4.5 متر، بتسيب اول عقله اللي هي الريان او الاريال تيجي بالظبط على الدبله، تاني دبله بعد دبله الريان. طبعا الجرس بيبقى ليه مشبك اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو، اهو اهو رجاله. بتيجي تخلي الجرس فوق يعني الدبله تحت اهي، تقوم جايب الجرس وحطه من فوق كده اهو، كده يا جماعه الجرس يبقى على الدبله كده. ليه بقى كده؟ الدبله حكمه ما يروحش شمال ولا يمين ولا يلف على الخيط. انت ممكن تحطه مثلا على العقله كده مثلا، بس مع الوقت ممكن يجافف معاك كده جاي تحت. طبعا لما يجي تحت هيجي على الخيط، الخيط هيبقى ايه متكعبل فيه كده. لكن لما يكون على العقله ذات نفسها اللي هي على الدبله بعيد عن العقله خالص، دي كده العقله بتاعتنا مالناش دعوه بيها، بنيجي على الدبله ذات نفسها اهي رجاله اهو، يلف كده 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 ده ايه الدبله بعد الخيط عنها خالص، يلف كده برضك. لو لف كده برضك اهو رجاله، ده لو لف يعني، هو كده كده ما بيلفش يعني. كده الدبله حكمه، الدبله يا جماعه حكمه، لا هيروح يمين ولا شمال. فانا كده بحطه بتاني عقل، بسيب الريان اللي هي اخر دبله في العود من فوق، بحطه على الدبله اللي تحتها عشان اللي تبقى حكمه، لا يروح فوق ولا ينزل تحت. كده ثابت الدبله تحت والجرس فوق، كده ما يزعلنيش خالص ولا يضايقني وانا بعدف. طبعا انت لو مش عايز تشغل جرس وعايز تشغل فوسفور بالليل، بس لازم الجرس برضه يعني، لو حطيت فوسفور لازم تحط جرس، عشان لو مش واخد بالك ولا حاجه من الغمزه الجرس ينبه. بتحط الفوسفور هنا كده، بتحط الفوسفور هنا كده في العقله كده من فوق، ان هو بالظبط كده في الوسط اهو فوق خالص، وتلزقها بايه بلزق شفاف هنا كده، تحط الفوسفور وتلزقها بلزق شفاف عشان الاضاءه تبان. والجرس ده اساسي مش طول الليل، عشان اي غمزه اي نقره بتبان. هنشوف مع بعض يا جماعه الغمزه بتشكل يعني النقره على الجرس او الغمزه على الجرس بيبقى شكلها عامل ازاي. تابعونا يا رجاله. شوفوا يا جماعه نقره، مش عارف بقى صوت الجرس بقى عندك ولا لا، هي كده بتلقر معايا كده. ما ضربش، انت ما ضربش خالص غير لما تنقر كذا نقره ورا بعض. كل ده نقر في الفاضي كله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.